بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق ضراوي يا جماعة بمحافظة أسوان. النهاردة الثلاث 14/2/2023. صلوا على سيدنا النبي في أول اليوم وادعم أخوكم أحمد بلايك. هنخش نعمل لكم تقرير بأسعار الجاموس العشر والوالد والحلاب. هذه قدامنا جاموسة حلوة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، يعني تطلع تقريبا كده دبابة يا ابو يا قصب مصنع قصب. انا بكلم صلاة النبي عشر هي حج صباح الفل. ايوه عشر. لا عم لحم صلاة النبي، دي لحمة دي يا جماعة صرتها في اللحمة. كم بيشتروا فيها عمدة؟ كم بيشتروا فيها؟ والله ما أعرف. لحمة هي صلاة صرتها في اللحمة الجاموسة دي. صباح الفل يا خال، منورين الدنيا والله. دي والدة ولا عشر؟ لا والدة. فين عيلها؟ اه عيلها تحت ايه؟ تحتيها الذكر ده يا جماعه. الولد الكام ده على كده حق؟ الولد الثاني. الولد الثاني شبه يعني شب. صل على النبي تبارك الله نواس اهلا. عليها فلوس ولا فيها بيع شيء حق؟ فيها بيع شيء 38. 38 تحتيها الذكر ده. عمر كام ده على كده؟ عمره بتاع شهرين. شهرين ها 38 يا جماعه. وادي اللبن يا جماعه، طبعا احنا في ناس ما بتقيس اللبن عندنا تبارك الله. 38 برضو زي ما انتم شايفين يا جماعه صلاة النبي تبارك الله. والبيع والشراء 38 ها؟ صلى على النبي. ما بعتش بس انت. الله يوسع عليك يا حاج. أول وحدة ب 38 يا جماعة. طبعا الفصالة يا جماعة يعني إيه؟ بيبقى 38. عم محسوب صباح الفل. 38 وراي ما باعش فبيبقى عايز أزر يعني. صباح الفل يا زعيم. منور الدنيا والله. صلى على النبي على الحلويات يا عم. ده عيلها؟ عيلها. تحتيها هي؟ تحتيها الذكر ده يا جماعة. صلاة عن عم محسوب. ايه اخبارك يا عمي؟ ايه اخبار السوق النهاردة؟ تمام والله. سوق كويس؟ كويس. شايف كويس انا في اسعار كويسة يعني. اسعار كويسة. صلاة على النبي تبارك الله. ذكر ده معلم؟ ذكر. صلاة على النبي تحتيها الذكر ده يا جماعة. ما شاء الله تبارك الله. 52 يا حبيبي. صلاة على النبي. 52 الفصالة يا جماعة. الله يخوفنا قبل ما نصوره. بس شايف الذكر يا جماعه صلاة النبي. بارك الله ما شاء الله. صلاة على النبي تبارك. منور عم محسوب والله. فلوس 52؟ اه 52. ولا البيع والشراء ده؟ بيع والشراء. بيع والشراء. بيع والشراء يا عم. الولد الكام ليه هذا على كده عمده؟ الولد الكام ليه هذا؟ الولد الثالثة. هاي يا جماعة. هذا عيلة تحتي عيل من الحلويات يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الولد الثالثة ايوه. هذه المحليب. هذه المحليب يا جماعة. منور الدنيا والله. تحلب لها كام وكام ده على كده عم محسوب؟ تقريبا كده. 4 و4 الرجل بيقول، وبرضه اللبن ده يا جماعة رزق يعني، اللبن ده رزق بس أنت إيه؟ احنا بنحاول نقرب يعني اللبن ده رزق برضه في الاول وفي الاخر. الصلاه على النبي. صورني الثلاث اللي فات وانا ما شفتوش كده وانا فتحت جوالي معاه برضه يا خال لقيته في الهيدي. الله يوفقك. بقرتين اما 132. ايوه الصلاه على النبي عليهم. قال خذهم الحج عبد لقيته مع واحد في التليفون. أيوة. 16. الصلاه على النبي. بتوعك هم؟ بتوعك يا حج؟ صلاة النبي. انت اللي بيعه؟ اشتريتهم انا. اشتريتهم ايوه صورتهم انا. تبارك الله ما شاء الله. ايه خلفها ده معلم؟ ايه خلفها؟ الولدة الثالثة. تحتيها ايه؟ تحتيها انتهى. تحتيها انتهى الولدة الثالثة يا جماعة. جرها لنا عايزين نفرجوها للناس دي يا اخي. جاموسة حلوة دي. حلوة كده جرها. شايفين فتحات الجاموسة من ورا يا جماعة. شايفين بسم الله ما شاء الله شرفوا الضرب. اللهم صل على النبي. الله جميلة يا جماعة بما يرضي الله جميلة تبارك الله ما شاء الله. تحتها النتاية دي صلاة النبي. الولد ثالث على كده نقول لبنها كام وكام يا حاج؟ 4 و4 الراجل بيحلف يا جماعة والله بيقول 4 و4 والله.
والجاموس يا جماعة لو زودت لها العلف يجيب أحسن من الأربعة وأربعة بأمانة الله يعني. أنا ملناش مصلحة مع أحد، ملناش مصلحة مع أحد يا جماعة بأمانة الله. جاموسة لو زاد لها الأكل يجيب أحسن من أربعة وأربعة. تبارك الله. كامل فلوسها هاي؟ كامل بيع والشراء 52. كم التليفون لحد عاد وصل معه؟ 011 53 15 89 51. سعر نهاية 52. أيوة. بيع شراء. بيع شراء. أنت عايز أزيد على كده؟ هاي إن شاء الله. وصل على. أنت بتشتري؟ أنا بشتري. شراك طيب يا حجي والله. والله. تشتريش غير المال النظيف الله يوسع عليك. والله ما اشتري. الرجل ده يا جماعة اللي اشترى البقرتين أم 32 أم 33 أم 32 ألف في السوق دراوي اللي فات. الصلاة على النبي. هاي جميلة تشكرينا حي صلاة النبي. هذا الحبل بقول لك ما تبي صلاة النبي طبعا. ايه تحت يا معلم العزيز جاموسة دي؟ ايه تحت يا نتايا صلاة النبي. الولد الكام ده ليه على كده؟ اول ولد ده تحت يا نتايا دي يا معلم. نتايا كبيرة يعني فيها عشر هي؟ ثلاثة؟ صلى على النبي. 10 3 يا جماعه. كم البيع والشراء معاك يا معلم؟ البيع والشراء كم؟ 44 يا جماعه. صلى على النبي. فكريه يا جماعه. كم تليفونك لحد على وصل معاك يا عمده؟ والله ما معيش تليفون. مش معاك تليفون؟ بكريه اول ولده تحتيه النتائج دي و10 3 شهور. صلاه النبي على والبيع والشراء 43؟ 44. حلو والله. بص يا جماعه انتيتك يعني انتيتك قول خمس شهور وتعشر تاني. في ناس بتطلق على الحياة كده كده يعني 44 برضو والأم عشر ثلاث شهور. أنا دي شايفة لبطة السوق بس الرايل معهوش تليفون للأسف يا جماعة يعني. أسف معهوش تليفون يا جماعة. احنا برضو يا جماعة الناس تجار الجاموس احنا بنحبه نروحه للمزارع الرايل اللي نزلها من بيته واشتروا معاه هنا ويبقاش عليها فلوس يعني. صباح الفل كبير نور الدنيا والله. ايه تحتيها دي؟ تحتيها الذكر ده يا جماعة. الولد الكام ده يا؟ اول بكري. بكري اول ولد يا جماعة. تحتيها الذكر ده جعان شوية بس هو. كام الله يبارك. وهي جعانة برضه. كلم واشترى عدد. هي جعانة خالص كمان. جعانة خالص هي. ما تسألنيش على لبن فيها دي. كم البيع والشراء بالصلاة على النبي؟ 33 يا جماعة. تذكر 33 في أسعار حلوة النهاردة. عايز ياكل ويوكل يا حي. هو ده اللي عايز يرجع. لا عايز توكلها دي يعني عليها كده تديها شوية ايفوماك تديها شوية جرع ديدان وإن شاء الله ربنا يكرمك فيها. كم تليفونك يا أخي لحد عايز توصل معاك؟ ها؟ تليفونك حافظه؟ لا. ما حافظوش تليفونك. ايه يا عم محسوب ما تحط تليفونك اللي عايز له حاجه يا عم محسوب. 011 40 44 88 17 عم محسوب يا جماعه. الرايل ده رايل عمنا في سوق الجاموس يعني اي حد ينزل عليه لو حد عايز ينزل عليه يعني. ايوه صلاني في السوق الله يوسع عليك يا حاج الله يوسع عليك. صلاه وريني اصور له يا عمي صور له. لبن 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 يا جماعه. والله اللي حلبها يا عمده مناصيها معلم هاشم منور الدنيا والله الله يوسع عليك. 3 لبن 33 لبن اهي يا جماعه. والله اللي حلبها مناصيها واصل 33 هدوء. لا اله الا الله. فلوس 28 بس فلوس 8 فلوس 28 يا لبن احسن من 33. معاك يا معلم هاشم؟ اه يا عم. قام التليفون يا معلم. 33 هايد والله بدي 33 83 537. الصلاة على النبي تبارك الله. هذا يا جماعة اللبن دي ب 28. اسأل عن قربه. اللبن دي 28 مع المعلم هاشم يا جماعه. المعلم هاشم دي المعلم هاشم المعلم الشريف. الصلاة على النبي. احنا قدام في الخسارة قدام. خلي بالكم يا جماعه المعلم هاشم ده يعني من الناس بتوع الجاموس اللي صياد يعني بيجيب يعني ايه بيصطاد يعني بيبقى معاه حاجات برضه ايه كويسه يعني. عشر يا معلم
10 5 فيها وجبه لبن يا جماعه. الراجل بيقول 10 5 فيها وجبه لبن. 10 كام؟ صلاة على النبي. ده مزارع يا جماعه. اشتري يا ابو كل احنا ما بتعملش. هو ده مزارع يا جماعه، هتلاقي معاه سعر كويس. كم البيع والشراء معلم؟ 29 29 بكريه يا جماعه 10 5 وفيها وجبه لبن ب 29. صراحه سوق الجاموس النهارده كويس. سوق الجاموس النهارده يا جماعه في حاجات حلوه صراحه. بالنسبه للرفعه اللي زادت السوق اللي فات والسوق اللي قبله، النهارده في حاجات يعني. دي مثلا كانت من سوقين ب 33 و34، النهارده اشتروا فيها في السوق ب 29. اشتروا ب 29. صل على النبي. 10 دي 10 8 ووجبه لبن. 10 8. طب 8 فيها وجبه لبن؟ 8 فيها وجبه لبن على كده؟ كيلو لبن. فيها كيلو لبن؟ صل على النبي. تبارك الله. صل على النبي. 10 8 يا جماعه، والراجل بيقول فيها كيلو لبن. الولد الكامل اللي في بطنه على كده حي. قول الرابع. الرابعة. والبيع والشراء ولا الفلوس؟ 40,000. البيع والشراء 40. صلاة النبي. البيع والشراء يا جماعة 40,000. صلاة النبي. بس يا جماعة دبابة بصراحة يعني، عشان رأيي ياخذ حقه. كم التليفون حق لو حد عاصل معاه؟ ها؟ تليفون كم؟ 011 011 58 58 44 44 55 55 31 31. اسم الكريمة حق؟ محمود أحمد عبد الرحمن. حق محمود، متشكرين حق. يا جماعة صلاة النبي تبارك الله. الله أكبر. صلاة النبي. يا جماعة صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله يعني. عشان خاطر التصوير ده ويجيبها لك من تحت ومن فوق، اشوح لايك يعني ما تبقاش بخيل. في نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.